Colombia. العب يا عليمي انت وياه. كفته خليك شيال. يلا. يلا. يا عيال! جاء اللي بيخرب اللعب. مو بوقتك انت وجهك، شباب، من يبي يسكن في قصر ويطمخ طول عمره؟ أنا! أنا! وأنا بعد، بس وش السالفة؟ يلا يا عيال الحين أعلمكم، خليكم ورا يلا! طنشوه يا عيال، خلينا نكمل الصكة. العب العب. يا شباب يلا الله يرحم والديكم. يا هلا بالشباب. تفضلوا ارتاحوا. هذول طال عمرك اخوياي اللي كلمتك عنهم من اعز اصدقائي. والنعم فيك وفيهم. شوفوا يا عيال، انا بعطيكم اياها من الاخر. الرجال اللي ابيه زوج البنتي الجوهره يكون قدها، وابغاه يكون ظهر وسند لها ويحميها ويسعدها. وانا عندي عليكم شرط واحد، انكم تسكنون معي هنا في القصر هذا، لاني بعرضكم لمجموعه اختبارات، والاختبارات هذه بتكون مصوره بكاميرات اذاني علمتكم. والاختبارات ذي اللي يفوز منكم فيها اقول له مبروك عليك بنتي الجوهره والقصر هذا. طيب الله يطول عمرك، بس بنروح البيت بنجيب ملابسنا وبنتي. بس روحوا لا تطولون، ارجعوا بسرعه. يا سلام. ومبسوط ما دامني في القصر موجود. مبسوط راح افوز الاول، راح اوريك يا عامر وياسر ويا شكوش. ياوا اتحداك الغرفه البطله الحين يا تركي، ورا ما تشترك بالمسابقه. ودي يا عامر قلبي تقطع، أحد يخلي زوجه وقصر وفلة وساعة صدر، بس تعرف تركي مشغول رايح جاي في ذا الشوارع، تعرف أنت. وبعدين المسابقة يعني يبي لها سن معين يعني، وعمري تعرف كبير ما يساعد. ولا يهمك، أوعدك أني أدور لك على مسابقة تتناسب مع عمرك. قصر ابو كلب سريلك. جواي واي 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 جواي واي 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 شوي 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 واي 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 شوي 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 واي 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 اتحداك القصر البطل. صباح الخير يا رحله. صباح النور. ترى سباقتكم بالقصر لك عليها، تخرخر مياها. خابر لك سباك البطل، سباقته ما تخرش الميه. ما هو هذا كان الاختبار الاول. اما عاد. اي نعم، وانا متابعكم وراصدكم حركة حركة من خلال الكاميرات اللي انا موزعها في القصر كله، وبناء على تصرفاتكم اللي فاز في الاختبار الاول هو ياسر. مبروك يا ياسر. الله يبارك فيك. يس ما شاء الله عليك يا فنان، اللي سويته امس كذا
مبروك يا خوي، ما كنت اتوقع انك فاهم استباكه. يا رجال عطني مفتاح ابو جلنبو وعده واعيد لك سباكه البيت كله، مو هو بتهريب بسيط. ما يبي لها لا عده ولا خرابيط، يبي لها تشغيله مخ، يبو يسكر المحبس خلصنا. اما مخك خويي وعرفك، لو تنتع مخك نتع ما يشتغل. الحمد لله شبعت. خمس دقائق بيوصل ابو الجوهر ان شاء الله. يعطيك العافيه حبيبي، مشكور. اوف محمد نور هنا. اي والله، وش جابه؟ لا يا شيخ، وش جابه؟ انتم يا الهلاليين اكثر ناس تعرفونه، هذا ابو نوران القوه العاشره، مفتاح جده، ابو الجوهر الاتحادي، وجايب الاسطوره. الاسطوره سامي الجابر. لانك هلالي نسيت الاهداف، هدف من هنا وهدف من هنا، ولا نسيت هدف الدعيه جل جديده يا نور. روح سريلك. محمد نور، محمد نور، ايوه محمد نور، محمد نور، ايوه يا 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 وشاشا شاشا ومحمد هو الباشا. هلا والله، حياكم الله، هلا بالشباب. والله كنت اتمنى من الله تكون معنا جوالاتنا وناخذ معك صوره يا اسطورتنا. ياوا معقوله ثلاثه كبار ما عندكم جوال؟ لا الله يطول عمرك يا كابتن، سالفه طويله، بس عادي تصورنا بسنابك وتنشرها عندك. طيب بس بدون فلتر. شعرك هذا طبيعي ولا زراعة؟ ايه طبيعي يا راجل، الحمد لله. بس تفضل يا كابتن، ابو الجوهر وصل. يلا عن اذنكم استاذن. اللي صار هذا هو الاختبار الثاني. اللي حصل هذا كله كنت متفق مع الكابتن محمد نور عليه. أنا خبركم رجال مشغول، وبنتي مجنونة سفر، تموت في السفريات، فما بيها لا سافرت مع زوجها المستقبلي، شاف له مطرب ولا لاعب ولا هذا يطامر ويناقز وراه يدور له صورة ولا توقيع. أبيه ثقل، أبيه رزين، أبيه تكانة. وللأسف كلكم فشلتوا في الاختبار باستثناء عامر. مبروك يا عامر. بس عامر كان ثقيل، مهم مثلكم مخفات. مشافيح انتم، مشافيح تراكضون ورا المشاهير. الرجال يقول لك بنته مجنونة سفر، راعية سفريات، يبي لها واحد ثقيل ركادة رزانة مثلي. والنتيجة الآن 1-1 تعادل. وانت يا شكش وكفتة، إذا ما شديتوا حيلكم ترى بقلبكم الباب، فاهمين؟ يلا يا حلوين، كل واحد على غرفته. أشوه يلا. معك. ما معي فلوس. طلع جوالك. حتى جوال والله ما معي. ايش عندك؟ في شاشة وفي أغراض وفي عطورات وسوني. امسك عبدي. يلا أسرع. أسرع. يلا أسرع.
وهذا اللي صار كان الاختبار الثالث. أوف! ويدور حول الشجاعة، وللأسف كلكم طلعتوا زلايب جبنة ما عدا واحد اللي هو عامر. أنت يا عامر فزت في هذه الجولة أيضا، يعني صارت النتيجة 2-1. إنما بالنسبة للأخ كفتة وشكش تقدرون توكلون على الله، اقضبوا الباب. عشوا انهم راحوا. اي والله. اختبار القادم والاختبار المفصلي الليله عندي عزيمه، وبيجيني كبار رجال الاعمال والمسؤولين، وبشوف تصرفاتك انت وياه، واشوف من اللي بيفوز في الاختبار القادم. يا هلا يا هلا. عليكم السلام. عليكم. هلا والله وسهلا. تفضلوا تفضلوا. هلا وسهلا. تفضل الله يحييك. مرحبا الله يحييك. هلا وسهلا. وعليكم السلام والرحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. السلام عليكم. هلا وسهلا بعمي. هلا هلا على حراسك حبيبي. الله يحفظك. الله يحفظك. تفضل الله يحييك. عامر ياسر قهوة الرجاجيل. يلا مشينا. يا هلا ومرحبا. عامر حريقة حريقة. عامر انهج انهج. هاي حريقة اثبتت وياه. حريقة حريقة هو. اطلع اطلع. يلا البيت بيحترق تكفون. اطلعوا اطلعوا. يلا انحاشوا حريق انحاشوا. شفت اللي صار هذا كله بما فيهم الحريقة؟ كان جزء من اختبار. من جدك؟ من جدي. وشفت خويك ياسر ذا الجبان لما هرب خرج من المسابقة، ولذلك أنت فزت بالمسابقة عن اجتدار. ولذلك أقول لك مبروك عليك القصر وبنتي الجوهرة بعد. إيه بس أنا ما شفتها، أبي الشوفة الشرعية. أبشر يا الجوهرة. جوهرة تعالي وأنا أبوك. دير بد دير بد دير بد دير بد دير بد. هلا والله بالعشا البطل. ما شاء الله ما شاء الله. وش ذا الزين الحين عمي ورا ما يترك عنا الثقل ويجي يتعشى معنا. والله ابوي في عزة نفس ما بيثقل علينا. ايه عزة نفس. طب سمي سمي ما عندي سلة حلالس. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. افا اطلعي فوق اطلعي فوق اطلعي. سلامات داخل بيوت الناس مدرعم. وش اللي مدرعم؟ هذا بيتي ذا. الا انت وش اللي مدخلك بيتي؟ تستهبل انت. هذا بيتي. انت صاحي انت انت ولا مجنون انت؟ وش انت انت؟ الان بجيب الشرطه يعذبونك. اصبر اصبر. اجل هذا من؟ هذا الحارس. هذا ابو الجوهره. اما الحارس انا ماني براعي القصر، انا حارس انبوه، بس عاد حبيت اطمن على بنيتي. قلت الزقه في ظهرك ولقيتك رجال انتكانه، قلت بس غرض روق خلني الزقه ابوه. والقصر هذا طال عمرك قصر الشيخ. انا بس لما انه سافر هما يروح اوروبا اصير انا راعيه. والثوب
حق الشيخ، بس شف دام انه سافر اوروبا انا اشخص به، وانت ان شاء الله الصيفيه الجايه بوعدك القصر لك لين يرجع الشيخ. والبشت والخاتم والساعه من درج الشيخ. قلت اشخص عليكم بقى. بشرا، كم كسبنا من قناه اليوتيوب؟ وكم هي نسبه المشاهده؟ أوه. فلوس فلوس يا ابن الحلال ما تنعد. لا لا لا، والمشاهدات المشاهدات بالملايين يا ابن الحلال، بالملايين. يا اخي انت عقليه يا اخي، انا ما ادري شلون جتك هالفكره ذي انك تستغل ذا الزلايب ويدخلون هالفلوس. انا لو داري انا استغليتهم ودخلتها لنفسي. لا يا بي، الاستغلال خله علي انا. بس شف تكفى، نبي غير خوياك الدلوخ ذولي عشان يزودون نسبه المشاهده. تكفى تكفى يا الذيب. ابشر. يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم عندنا ضيوف صاروا حديث الشارع ومن المشاهير المتابعين في الوطن العربي. نرحب بضيوفنا الكرام. يا هلا مرحبا فيك، الله يحييك. كان ودنا عامر يكون متواجد بينكم. اي والله يا ليت يكون معنا، وخاصه من سكن القصر وفاز بالزوجه والمسابقه، ما عاد شفناه ولا عاد له حس. ياوا اسمع، صمت طال عمرك. ابي السياره تلق والكفرات تلمع، ولا تنسى الاستبنة بعد. يا حبيب الجوهرة، أبشر بعزك. أركب هديتك.